قررت الحكومة البريطانية على لسان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إجراء التجارب السريرية لبلازما الدم رسميا. كانت هذه البحوث تجرى في جامعة أكسفورد البريطانية، قام بها الباحث بيتر هوربي، وكانت هناك تجارب بالفعل من قبل ولكن لم تسمح الحكومة، ولكنها عندما سمحت ستقوم بإجراء التجارب، وبدأت بالفعل من اليوم التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا لبدء أخذ يعني بعض عينات الدم منهم وبالتالي تعميمها على المصابين الحاليين بالفيروس، وذلك قبل الدخول إلى العناية المركزة لبيان مدى فعالية هذه التجارب. ستبدأ التجارب السريرية على الفور بعد جمع البلازما الكافية للمواطنين، وبالتالي سيتم شفاء 5000 مصاب على حسب ما قال الوزير البريطاني إذا ما نجحت هذه التجارب. وأيضا خصصت وزارة الصحة البريطانية ميزانية خاصة لهذه التجارب وهي بلازما الدم، وذلك بعد ثبات فعاليتها في تجارب سابقة، فكانت قد أجريت أيضا بلازما الدم في لعلاج السارس الذي ضرب العالم أيضا ما بين عامي 2002 و2004، وأيضا كانت قد استخدمت بلازما الدم ونجحت أيضا في جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي أيضا ضربت إسبانيا عام 1918، وهذا ما دفع الحكومة البريطانية إلى إجراء هذه التجارب من جديد. يجاور هذه التجارب السرية لبلازما الدم أيضا لقاحان، واحد منهما في جامعة أكسفورد البريطانية وتقوم به الباحثة سارة جيلبرت، وهو دخل بالفعل مرحلة التجارب السرية، وبدأت أيضا الحكومة تنتج الجرعات من الآن حتى قبل التأكد من فعاليتها، وذلك للتسابق مع الوقت، وسيكون ذلك يعني جاهزا بحلول شهر سبتمبر او قبل ذلك حسب ما تجري الحكومه البريطانيه او تسرع من الوقت. وايضا هناك لقاح اخر في جامعه لندن العلميه، وهو ايضا سيتم او سيتزامن مع هذا اللقاح او بعده بقليل. هذه هي التجارب التي تجرى الان في بريطانيا، وذلك بالنسبه للتطور العلمي والبحوث الرائده في الجامعات البريطانيه. تسعى الحكومه لتتسابق او تسارع الزمن للوصول الى لقاح تنتجه وايضا تنتج منه مئات الملايين من الجرعات لباقي العالم. طيب عبدو، يعني هنا نتحدث عن برنامج عام يبدو أن الحكومة البريطانية تضعه لجمع البلازما في حال نجحت هذه العملية أو استخدام بلازما الدم في علاج مصابي كورونا. ما هي أهم العقبات التي قد تواجه الحكومة في عملية جمع عينات البلازما، ويعني بالرقم أو بالنظر لعدد الإصابات المتواجدة في بريطانيا، هل ستحتاج إلى عدد كبير من الوحدات أو من عينات البلازما؟ نعم، هي تحتاج في المقابل الأول إلى عدد كبير من المتطوعين، وذلك بالنسبة للنقص الشديد في الطاقم الطبي في بريطانيا، ولكن أيضا تحتاج إلى معدات الوقاية اللازمة للحماية الشخصية للموردين أو الأطباء، لأن بريطانيا تعاني منذ 3 أسابيع من هذا الأمر، وبالتالي بدأت يعني تواجه الإنتاج داخل بريطانيا بدلا من يعني الشراء من الخارج يعني تقليل عملية الوقت، فهذا هو ما يواجهها. من الناحية الأخرى ستواجه بريطانيا أيضا عملية التباطؤ في اتخاذ القرارات، وذلك من الممكن أن يسرع منه بوريس جونسون عندما يعود إلى العمل، من المقرر أن يعود يوم الاثنين المقبل، وأيضا الاستراتيجية التي يطالب بها حزب العمال وباقي الشارع البريطاني هذا من الممكن أن يعرقل قليلا هذه العملية، ولكن هذا من الناحية السياسية ومن ناحية رقم 10 داونين ستريت الحكومة البريطانية، ولكن من الناحية الأخرى فإن الباحثين والعلماء في هذه الجامعات هم يعملون على قدم وساق للوصول إلى أول لقاح أو أول تجربة ناجحة وبالتالي تعميمها على باقي المصابين، وسندخل في العملية الأصعب وهو معالجة المصابين والسيطرة على هذا المرض، لأننا لم ندخل في هذه المرحلة من بعد، ومن بعدها ستكون العملية الأكثر صعوبة وهي عملية تعافي الاقتصاد من جديد. عبر سكايب من لندن زميل عبدو جمال مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من هناك.